عليكم مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم في يوم جديد وفقره جديده من ذا دكتورز. طبعا كلنا عارفين ان العمود الفقري ده هو اساس لكل حاجه في جسمنا. العمود الفقري ده بيتكون من 33 فقره. 33 فقره بيتقسموا لخمس مجموعات. اي خلل بسيط في اي فقره من فقرات العمود الفقري ده بتؤدي لمشاكل كتير جدا جدا في الجسم. خلينا نقول ان اول ما بتحصل المشكله دي أو أول ما بتحصل مشكلة في العمود الفقري بشكل عام بتؤدي لمشاكل في إيه؟ في الحركة، في النوم، في المشي، في الصلاة وإنت بتوطي وغيرها كتير جدا. بتحصل آلام شديدة جدا جدا في الظهر. طبعا الآلام دي بتختلف حسب نوع المشكلة اللي جايالي أو حسب المجموعة اللي بتصاب في العمود الفقري. هنتكلم النهاردة عن الانزلاق الغضروفي. هنعرف مع بعض إيه هو الانزلاق الغضروفي، ليه الناس ممكن تعاني من المشكلة دي، أو إيه هي الأسباب اللي ممكن تؤدي للانزلاق الغضروفي. هنعرف كمان مع بعض طرق العلاج وكمان طرق التشخيص. المفاجأة بقى النهاردة إن كل الناس اللي بتخاف من الجراحة بشكل عام، لا، إحنا النهاردة بنطمنهم، بنقول لهم إن في تقنية جديدة ظهرت. التقنية دي هو العلاج بالتردد الحراري لألام العمود الفقري وعلاج الألام بشكل عام في مناطق الظهر. خلينا نقول مع بعض ايه هي المشاكل دي ونتعرف عليها اكتر مع ضيفي وهو دكتور محمد موسى. دكتور محمد موسى دكتوراه علاج الام العمود الفقري والغضروف، كليه طب جامعه القاهره، استشاري وعضو هيئه التدريس بمستشفيات جامعه المنصوره، استشاري علاج الام العمود الفقري والغضروف بالتدخلات المحدوده. اهلا بحضرتك يا دكتور، نورتنا. اهلا بحضرتك دكتور. خليني في البدايه اتكلم مع حضرتك عن مشاكل الغضروف او بشكل عام مشاكل العمود الفقري. طبعا دي كتير جدا جدا، لكن اللي احنا عايزين نركز عليه النهارده هم الناس اللي بيخافوا من الجراحه. هل فعلا ظهرت تقنيات جديده او انواع جديده في علاج الام الظهر او الام العمود الفقري بدون تدخل جراحي؟ تمام. هو احنا طبعا احنا يعني بنتكلم النهارده عن دور التداخلات المحدوده والطرق الحديثه التداخليه في علاج الانزلاق الغضروفي والام العمود الفقري، واهمها طبعا اللي هو التردد الحراري، ودور التداخلات المحدوده اللي هو زي شفط الغضروف والمنظار المصغر في علاج الانزلاق الغضروفي بدون فتح جراحي. هو التارجت بتاعنا ان احنا يعني كان زمان طبعا بيتعمل يعني الطرق القديمه التكنيكس القديمه اللي هو الفتح الجراحي، ده ليه دواعي معينه. دلوقتي دور التداخلات المحدودة اللي احنا بنحل المشكلة من غير ما نعرض المريض ان احنا ظهره يتفتح او رقبته تتفتح او كده. هو دور التداخلات المحدودة وبيبقى تخدير موضعي وتحت جهاز اشعة، اشعة تداخلية واحنا شايفين، وبنداوي المفصل الملتهب اللي هو مسبب الالم في اسفل الظهر او في الرقبة، وجذور الاعصاب الملتهبة اللي هي عاملة الالم. المريض طبعا بيشتكي من الم في اسفل الظهر، الالم ده بيسمع في رجليه، احساس بالتنميل، تقلصات في الساقين. احنا بنشوف طبعا بنديله الوسائل اللي هي الادويه اللي هي مضادات التهاب الاعصاب في الاول، وبنشوف الاستجابه ايه. لو ما ارتاحش بيبقى قدامنا الطرق التداخليه المحدوده الامنه اللي احنا بنشوف العصب ده تحت جهاز اشعه. كان زمان بيتعمل الحقن، بس الحقن الحقيقي كان بيبقى ليه فتره، يقعد مثلا من 6 شهور لسنه حسب كل مريض. دلوقتي بقى التردد الحراري. اوكي تمام. التردد الحراري طبعا هو بيبقى جهاز بيطلع موجات مضاده للالتهاب، بتداوي الالتهاب على جدر العصب او المفصل الملتهب سواء في الرقبه او في الظهر، وبتخدير موضعي وتحت جهاز اشعه من غير ما نعرض المريض ان احنا يعني في فتح جراحي او تخدير كلي او الكلام ده كله. فدي وسيله امنه جدا وبتحل المشكله، وبتحل مشكله الالام اللي في الظهر او في الرقبه. يعني خاصه مع الالام المزمنه، يعني المريض خد ادويه وعمل علاج طبيعي وما تحسنش، فده طريقه بتحل المشكله. طيب قبل يا دكتور ما نتكلم بالتفصيل عن التردد الحراري اللي هو طبعا العلاج بدون جراحه او التقنيه الجديده اللي ظهرت في هذا العالم، خليني الاول اسال حضرتك عن اسباب مشكله الانزلاق الغضروفي، او ازاي ان احنا نتجنب المشكله دي. هل في تيبس معينه او اسباب معينه احنا بنعملها فبالتالي بيجي لنا انزلاق غضروفي؟ تمام. هو طبعا اهم اسباب الانزلاق الغضروفي هو حمل الاشياء الثقيله، وما بيحصل يعني حدوث ضعف في العضلات، اللي هي هو طبعا الانزلاق بيحدث لما بيحدث تهتك في الغشاء الخارجي اللي هو بتاع الغضروف. الغضروف بيبقى غشاء خارجي ونواه داخليه. فبيحدث تهتك في الغشاء مع حمل الاشياء الثقيله وضعف في العضلات وعدم ممارسه الرياضه، طبعا اهم الاسباب. بيبدا الجزء من النواه الداخليه بتاعه الغضروف بيخرج وبيضغط على العصب، بالتالي بيسبب الام في اسفل الظهر. بيبدا الالم يسمع في رجليه، المريض بيشتكي من احساس بالتنميل او بالخدل او الم في الساق. الالم بيمسك يعني ماسك من اول ظهره لحد صوابع رجليه. الالم ده بيزيد مع المشي. كمان يا دكتور بتوضح كلام حضرتك اكتر. تمام.
اتفضل. طبعا دي صوره بتوضح شكل زي ما حضرتك شايفه، شكل الفقر اللي هو اللون الابيض، وشكل الغضروف اللي هو ما بين الفقره اللي هي الجزء الابيض. الغضروف بيبقى ليه غشاء خارجي اللي هو الانيولاس، والنيوكلاس اللي هو الجزء النواه الداخليه. طبعا لما مع حمل الاشياء الثقيله وحدوث ضعف في العضلات بيبدا يخرج الجزء الداخلي اللي هو من النواه ويضغط على جذور الاعصاب زي ما احنا شايفين كده. وده طبعا بيسبب الم شديد جدا في اسفل الظهر. الالم ده يسمع في الرجلين لو هو غضروف قطني، او بيسمع في الدراع لو هو غضروف عنقي. احساس بالتنميل، تقلصات في الساقين او في الدراع لو هو غضروف عنقي. يبدا المريض يشتكي من الم في اسفل الظهر لما بيقعد فتره طويله، لما بيمشي بيتعب. هو بيختلف طبعا النوع حسب يعني شكل الوجع بيختلف حسب النوع بتاع الانزلاق حسب مكانه. حسب غضروف قطني او عنقي. تمام. طيب فرق العلاج بالتردد الحراري، حضرتك اديتني هند، بس هو ازاي بيتم العلاج بالتقنيه دي؟ هو الحقيقه الفكره ان هو كان زمان بيتعمل حقن للجذور بتاعت الاعصاب، يعني مخدر موضعي، ونشوف العصب تحت جهاز اشعه او المفصل الملتهب اللي مسبب الالم. بعد فحص المريض طبعا ورؤيه الاشعه المتقدمه اللي هي اشعه الرنين، بنحدد المشكله اللي عامله الالم ايه، سواء في مفصل، احيانا بيبقى مفصل ما بين الفقره واللي تحتها مسبب الم شديد في اسفل الظهر. المريض بيشتكي ان في الم لما بيقعد فتره طويله، لما يجي يقف وهو صاحي من النوم. فكان زمان بيتعمل حقن للمفصل ده تحت جهاز اشعه. حصل تطور بعد كده ان هو بقى تردد حراري، يعني ما عادش حقن عشان مشاكل الكورتيزون، وان الحقن بيقعد فتره من 6 شهور لسنه، فبقى تردد حراري. التردد هو جهاز بيطلع موجات مضاده للالتهاب، بتداوي الالتهاب اللي على المفصل او على جدر العصب، بعد تحديد طبعا وبعد فحص المريض وتحديد المفصل ومكانه فين بالظبط، وبنشوفه تحت جهاز اشعه وبنداويه بالموجات التردديه، موجات مضاده للالتهاب. معانا صوره كمان يا دكتور، يعني مثلا الصوره اللي قدامنا على الشاشه دي هنا ايه بقى؟ ده العلاج؟ نفس الفكره، هو احنا شايفين العصب وحددنا مكانه تحت جهاز اشعه بعد الفحص طبعا ورؤيه المريض وتحديد مكان العصب الملتهب. يعني مثلا الفقرات القطنيه انا عامل رنين وفحصت ولقيت ان العصب مثلا L5 على الجزء اليمين، العصب الخامس قطني على الجزء اليمين، هو اللي عامل المشكله ومسبب الالم، يعني ماسك في الرجل من اولها لاخرها، عامل تنميل، تقلصات. فانا بحدد العصب ده تحت جهاز اشعه وبشوفه. كان زمان بيتعمل حقن زي ما قلت لحضرتك، بس كان بيقعد فتره. دلوقتي بقى التردد، الجهاز بيطلع موجات مضاده للالتهاب، نفس الفكره برده، ده عصب عنقي، وبنداوي العصب الملتهب بالموجات التردديه من غير ما نفتح الظهر او نفتح الرقبه، وبالتالي مشكله الالم دي بتتحسن خالص، والمريض بيستغنى عن المسكنات اللي هي طبعا بتسبب مشاكل على الكلى، ويعني ممكن تعمل قرحه في المعده. يبقى انا كده ريحته من المسكنات. بنج موضعي وصاحي وتحت جهاز اشعه واحنا شايفينه محددين مكانه. نفس الفكره برده، ده عصب في جذور اعصاب عنقيه، وشفنا العصب تحت جهاز اشعه. نعم. ودويناه بالموجات التردديه. اوكي. طيب العلاج يا دكتور بالتردد الحراري بيختلف من شخص لشخص اخر، وهل في حالات ما ينفعش حضرتك تعالجها بالتقنيه دي؟ الحقيقه طبعا هو التداخلات المحدوده هي ميزتها ان هي امنه، يعني تخدير موضعي للمرضى اللي عندهم مشاكل في القلب او خايفين من الفتح الجراحي او خد ادويه كتير ومسكنات وعلاج طبيعي وما بيستجبش. فاحنا بنتدخل بالطرق التداخليه المحدوده وبتجيب نتيجه في حوالي 90% من الحالات. طبعا كل ما كان المشكله في الاول، يعني المريض اللي بيعاني من المشكله بقاله سنه مش زي اللي بقاله 10 سنين، الاثنين بيتحسنوا، لكن النسب طبعا بتختلف. كل ما كان المريض بيجي بدري كل ما النتائج بتبقى افضل. يعني كل ما حد جه بدري كل ما النتيجه جابت افضل بالتردد. اكيد طبعا، اكيد طبعا. بينفع لكل الحالات؟ بينفع لمعظم الحالات بنسبة 90%، لكن طبعا في دواعي جراحية. يعني لو الغضروف ضغط على العصب لدرجة ان هو أثر على القدرة الحركية، حصل سقوط في القدم أو عدم تحكم في التبول، دي اسمها ريفلكس، دي الديفيسيتس، دي دواعي جراحية. لا، أنا خلاص أنا هقول للمريض لا أنا مش قادر أنا أتدخل بالطرق التداخلية المحدودة. لا، حضرتك كده هتلجأ للفتح الجراحي لأن جيت لي في مرحلة متأخرة. لكن بقية الحالات اللي هم 90% من الحالات، لا أنا ممكن بالطرق التداخلية المحدودة بحل له المشكلة من غير ما أفتح. طيب يمكن يا دكتور سؤال مهم جدا، دور التردد الحراري في علاج خشونة الركبة، ده عدد كبير جدا من الناس بيعاني من المشكلة دي. هي نفس بالظبط، هو نفس برضه التكنيك اللي احنا بنشوف العصب، الركبة بتتغذى بثلاث أعصاب، احنا بنشوف العصب ده تحت جهاز أشعة سواء بالجهاز السونار أو بالفلوروسكوبي الواسي أر من الإكس راي الأشعة السينية، وبنحدد مكان العصب وبنداوي العصب الملتهب المغذي لمنطقة الركبة بالموجات الترددية. طبعا احنا ما بنعملش ده لوحده، احنا يعني التردد هيحل مشكلة الألم. طب الالتهاب اللي موجود أو الخشونة اللي جوه الركبة، بنحقن بقى البلازما العلاجيه واحنا شايفين برضو تحت جهاز السونار، لو في قطع في الغضروف، لو في تهتك في الاربطه بتاعه الركبه، بنسحب عينه من الدم وبنفصل منها الجروس فاكتورز اللي هي الخلايا المنشطه، وبنحقنها تحت جهاز الاشعه جوه مفصل الركبه او مفصل الكتف او مفاصل مفصل الفخذ اكوردنج، يعني المفصل اللي انا فيه التاكل او فيه المشكله. يعني طيب لو المريض ده دكتور عنده انزلاق غضروفي، يعني دور التدخلات المحدوده ايه هي في الحاله دي؟ طبعا احنا زي ما قلت لحضرتك، احنا التردد الحراري اللي هو الفكره كلها شويه التهابات في اسفل الظهر طبعا مع الفحص الاكلينيكي في مفصل ملتهب هو اللي مسبب الالم او جذور الاعصاب
غضروف صغيره خالص وجذور اعصاب ملتهبه، فاحنا بنداويها بالتردد الحراري. لكن لو في غضروف انزلاق وضغط على العصب بشكل كبير، انا في بقى تداخلات محدوده. انا عايز احل مشكله الغضروف نفسها زي شفط الغضروف، اللي احنا بنشفط الجزء اللي ضغط من النواه اللي انزلق وضغط على العصب برضو بتخدير موضعي بدون فتح جراحي، وبنوصل للجزء من النواه اللي هو انزلق وضغط على العصب وبنشفط الجزء ده بديكمبريسور، ويبقى انا كده خفيت الضغط على العصب وريحت الالام اللي هي يعني لو غضروف قطني وضغط على العصب وسبب الام في الرجلين او عنقي. مع التردد الحراري انا مش هعمل التردد بس، لا انا بعمل كمان شفط، ومش هعمل شفط بس، لا انا بداوي مشكله الالتهاب والالام اللي في اسفل الظهر لو في مفاصل ملتهبه. احنا معانا فيديو كمان يا دكتور، ده برضو بيوضح كلام حضرتك وانت بتشرح. يعني مثلا دي العمليه اللي هي عمليه شفط الغضروف بالظبط زي ما حضرتك شايفه كده، ده ابره مخدر موضعي، المريض صاحي وتحت جهاز اشعه وصلنا للغضروف طبعا بعد رؤيه الاشعه وبعد فحص المريض. وده دي كومبريسور اللي انا بشفط الجزء اللي ضاغط على العصب اللي هو كان مسبب الالم في الساق او لو عنقي برضو مسبب الام في الدراع بتخدير موضعي من غير ما افتح الظهر. دي ابره مفيش جرح خالص، المريض بيغادر المستشفى على طول بعدها بساعه ونص وبيمارس حياته على طول بعدها بدون فتح جراح. يعني العمليه دي كمان بدون فتح جراح بالظبط. وطبعا دي مناسبه لكبار السن والناس اللي عندهم مشاكل في القلب، عامل قسطره وخايف من الجراحه عشان مشاكلها، خايف من التخدير، مشاكل الجراحه نفسها، الالتصاقات اللي بتحدث بعد الفتح الجراحي وكده، ده تخدير موضعي بدون ما نجرح او نعمل اي مشكله في الظهر. نصيحه يا دكتور بسيطه جدا جدا لكل مشاهدينا دلوقتي اللي لسه قلقانين من موضوع العمليات الجراحيه او التدخلات المحدوده، تقول لهم ايه؟ هو احنا بنقول طبعا ان الجراحه لها دواعي معينه، زي ما قلت لحضرتك ان هو نسبه 90% من الحالات يعني مش محتاجين الجراحه، نسبه ضئيله جدا هي 10% من الحالات اللي عندهم ديفيسيتس، حصل سقوط في الادم او عدم تحكم في التبول، ده بنتدخل جراحيا، لكن بقيه الحالات نقدر بالتداخلات المحدوده نحل المشكله بدون ما نفتح. شكرا جزيلا يا دكتور، بشكرك جدا على وجودك معايا في ذا دكتورز. كان معانا دكتور محمد موسى، دكتوراه علاج الام العمود الفقري والغضروف كليه الطب جامعه القاهره، استشاري وعضو هيئه التدريس بمستشفيات جامعه المنصورة، استشاري علاج ألام العمود الفقري والغضروف بالتداخلات المحدودة. بكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا، لسه معنا فقرات مختلفة من The Doctors، في حفظ الله.